في القوانين والشرائع كانت عدوان حرب، وفي الأمن والميدان كانت فعل إرهاب، في الأخلاق والأعراف كانت خسة غدر، وفي الرد بمنطق العين بالعين كانت بداية ثأر. في أقبيتها السوداء إلى البيضاء كانت عنجهية العتو والنفاق، وفي الإقليم والعالم كان اللا منطق بين صدق أو لا تصدق. في الواقعة على الأرض كانت جريمة قتل، وفي السياسة والاستراتيجية كانت نقطة تحول. في استشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أمة المقاومة انتفضت وإنسانية التحرر قامت. جدارة الحياة وشهادة العلا، تغطية خاصة إخبارية وحوارية ووثائقية شاملة، أسبوعان كاملان من الأحد إلى الأحد. جدارة الحياة وشهادة العلا على شاشة الميادين.